جاءني سؤال: ما هو دور المرأة الفلسطينية في الجهاد لتحرير فلسطين؟ سؤال جميل، وسؤال يدل على الانتباه الواضح لهذا الدور العظيم الذي تقوم به المرأة الفلسطينية. وبحكم احتكاكي واطلاعي على القضية الفلسطينية بعمق وما يفعله إخواني وأخواتي، دعوني أحدثكم عما قدمته المرأة الفلسطينية في الجهاد لتحرير فلسطين. أنا متابع بفضل الله، متابعة أعتقد أنها جيدة لكل ما يحدث في فلسطين وكل ما يكتب عن فلسطين على مستوى العالم. وبالتأكيد هذا الدور الذي لعبته وما زالت تلعبه المرأة الفلسطينية شيء نموذجي، نموذج للمرأة في كل مكان في العالم. أولا طبعا يكفيها شرفا أنها تشارك في الجهاد في سبيل الله، ورأينا كتيبة النساء الذين اللواتي يجاهدن مع الأبطال تحت الأرض في الأنفاق، وكتيبة كاملة من الجهاديات. هذا شرف نادر، نادر هذا، لكنه في ديننا واجب عندما الأمة تحتاج. أيضا لهن الشرف العظيم في ما رأيناه من هذه التربية الراقية. أي تربية هذه التي رأيناها في شباب فلسطين وفي أطفال فلسطين؟ هذه تربية لم تأتي من فراغ، ما جاءت هذه التربية من فراغ، هذه جاءت من وراءها نساء مؤمنات واعيات مثقفات عالمات قرآنيات. زرعنا الإيمان ومعانيه في أطفال صغار إلى درجة أن الطفل يلقن أخاه الشهادة وهو عمره فقط 6 سنوات. أي شيء، أي عظمة هذه! رأيت المرأة الفلسطينية، أنا رأيتها وهي تحضن ابنها الشهيد ولا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل. هذا لو حدث في أي مكان آخر لرأينا الصراخ والنشيج، لكن رأينا هذا الصبر العظيم، هذا النموذج في التربية التي تنعكس بهذا الصبر الذي انعكس أيضا على أولاد وشباب فلسطين. رأينا في الجهاد الفلسطيني، رأينا نموذج هو نتائج لهذا العمل النسائي. أنا تأملت، كلنا نتأمل في غزة كلها، لم أرى فتاة واحدة غير محجبة. هذا وراءها تربية، وراءها تربية المسألة هذه. رأينا هذه التربية في مشاركة المرأة في المظاهرات، في الفعاليات، في الأنشطة، في الإمداد، في التضحية حتى بالطعام من أجل المشاركة مع المجاهدين. رأينا كل هذه النماذج، رأينا دور المرأة على مستوى العالم، على مستوى العالم في الطرح الحقوقي والطرح الدبلوماسي والطرح الحواري والثقافي والإبداعي والفني. رأينا حركة هائلة في المشاركة في عملية التحرير. هذا ليس كلام عاطفي، هذا رأيناه ونراه. هذا ليس تحريك للحماس، هذا مدح للواقع. أنا لا، ليس هدفنا أن نحرك الحماس، لأنهن ما شاء الله تجاوزنا ذلك، هن الذين يعلمننا كيف نكون من أهل التحفيز وأهل الحماس. هذا العطاء في التكافل الأسري والعطاء المشترك والتعاون. ورأينا نساء فلسطين وهنا يرتبن التعليم تحت الدمار. هذه كلها بطولات، هذه كلها عظمة، تربية، نموذج، قدوة، أتمنى أن تنتشر في كل الأمة.